مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، ها هي انطلاقاتنا مستمره على ارضيه هذا الميدان وانطلاقه هنا شوطنا المنطلق. هذه اللحظات والشوط الثاني والعشرين في مجموع الاشواط هنا بهذه التحديات الجميله التي نتابعها هنا، والخاص هذا الشوط بالابكار هنا المحليات الاصايل بشعارات ابناء القبائل. نسير معكم هنا بهذه التحديات، نسير هنا بالاثاره، نتابع هنا المقدمه والمركز الاول والصداره. نتابع سيول على الصدارة على المقدمة والمركز الأول، حمد بن راشد بن حمد بن غدير اللي اجتبي على الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني رذاذ العلي بن راشد بن حمد بن غدير اللي اجتبي هنا مع رذاذ على المركز الثاني، بينما المركز الثالث أصيلة هنا غدير بن سعيد بن غدير اللي اجتبي من يقدمها الشاعر بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي الجميل هنا على المركز الثالث، بينما المركز الرابع هنا القادمة بهذه اللحظات على المركز الرابع أتينا عالية لسالم بن عبد الله بن سعيد المسافري، الوصول هنا من مذيار المبارك بن محمد بن نصرة العامري، وهناك المتسللة في هذه اللحظات هنا ثمينة محسن بن حمد بن محسن الفلاحي من يقدمها، أو هنا نسائي بن محمد بن حارب بن محمد بن حاذة اللي اجتبي من تأتينا من الجانب الآخر بهذا التسلل الجميل، الوصول من سمحة محمد بن هلال بن عيضة المزروعي من تأتينا على المركز السابع والمركز الثامن. المركز الثامن والقادمة بهذه اللحظات والمتسللة هنا شواهين لعبد الله بن سيف بن غدير العرياني، تأتي بهذه الانطلاقة وبهذا التسلل الرائع الجميل، الوصول هنا من قبلي وانطلاقة هنا غزر سعيد بن علي بن سليم العمري المنطلقة بهذه اللحظات بهذه التحديات الجميلة، الوصول من هامة عبد الله بن محمد بن سالم الراشدي. هذه هي العشرة الأسماء الأولى المنطلقة بهذه التحديات الجميلة، وهناك أسامي خلف العشر المراكز الأولى أيضا نتابعها. لنا عودة مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، سيول على الصدارة على المقدمة لحمد بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي من يقدمها على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني هنا تأتينا أصيلة على المركز الثاني بانطلاقة الشاعر غدير بن سعيد بن غدير لقتبي بو سعيد يقدمها على المركز الثاني. ثالث مراكزنا تأتي رذاذ العلي بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي على المركز الثالث، والمركز الرابع مذيار المبارك بن محمد بن نصرة العامري، وهامة خامسا عبد الله بن محمد بن سالم الراشدي، وهنا الوصول من شواهين عبد الله بن سيف بن غدير العرياني، وتأتينا هنا غزر المنطلقة لسعيد بن علي بن سليم العمري. أما على المركز الثامن، المركز الثامن سمحة لمحمد بن هلال بن عيضة المزروعي، وعالية لسالم بن عبد الله بن سعيد المسافري المنطلقة هنا بهذه الانطلاقة على تاسع المراكز، والمركز العاشر مصيحة القادمة والمتسللة عبد الله بن عبيد بن حلوس بن ذبان العامري. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى.
ذعناها على حضاراتكم بهذه الانطلاقة. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة وإلى المقدمة، وسيول سيول على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور. الحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاقتبي الواثق من يقدمها على صدارة على المقدمة والمركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني أصيلة هنا لغدير بن سعيد بن غدير الاقتبي القادمة، رذاذ رذاذ العلي بن راشد بن حمد بن غدير الاقتبي، وهامة عبد الله بن محمد بن سالم الراشدي. الكيلومتر الأخير والقادمة مذيار بارك بن محمد بن نصرة العامري، وسادس المراكز غزر سعيد بن علي بن سليم العمري. من تنطلق سداسية، سداسية جميلة هنا بالتحديات الأخيرة لمجريات هذا الشوط وأحداثه. هنا التغييرات تطر وتجر على الصدارة وعلى المقدمة. هامة من غيرت على صدارة عبد الله بن محمد بن سالم الراشدي، ومذيار مذيار جلول الدار مبارك بن محمد بن نصرة العامري، وغزر من الجانب الآخر، غزر 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 سعيد بن علي بن سليم العمري المنطلقة على المركز الثاني. الله، التحديات الأخيرة، التحديات الأخيرة لمجريات هذا الشوط. مذيار 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 على الصدارة، غزر تلاحق بها، مذيار وغزر، غزر ومذيار يسلم المعركة طاحنة. مذيار على الصدارة على المقدمة، غزر تتسلل من الجانب الآخر، غزر 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 تنطلق لسعيد بن علي بن سليم العمري، من تنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. تهانينا وناموس على هذا الفوز المميز. سلام للسلطنة. مذيار المركز الثاني مبارك محمد بن نصرة المركز الثالث، وصلت هامة عبد الله بن محمد بن سالم الراشدي. أما المركز الثالث أصيلة لغدير بن سعيد بن غدير الكتبي تأتينا رابعا، والمركز الخامس من وصلت زعفرانة علي بن حمد بن علي بن سعيد المشيقري، من تأتينا على خامس المراكز. هذه هي النتيجة. توقيت الزمني هنا 7 دقائق الحاضرة بهذه الانطلاقة، وهنا أيضا 39 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا وناموس هنا لسعيد بن علي بن سليم العمري على هذا الفوز. مذيار من حلت في المركز الثاني، هنا لمبارك بن محمد بن نصرة العامري، سجلت توقيت زمني مقداره ولحظة وصولها 7 دقائق 39 ثانية في هذه اللحظات وثلاثة من الأجزاء من الثانية. أما المركز الثالث فكانت هامة عبد الله بن محمد بن سالم الراشدي من حل ثالثا بتوقيت زمني مقداره هنا أيضا 7 دقائق هي الحاضرة بهذا الانطلاق وبهذا التحدي الجميل. توقيت المركز الثالث يوم خروجنا ولحظة الوصول هنا أيضا ب7 دقائق 41 ثانية 7 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.